السلام عليكم. منذ آلاف السنين تستخدم الأشخاص طرق مختلفة لحل مشاكلهم التي تقابلهم يوميا، ولكن لا تقلق عزيزي المشاهد، أحضرنا لك وصفة منزلية رائعة يمكنك تنفيذها في منزلك بكل سهولة بدون أي تكلفة. لهذا استعد جيدا لنأخذك في رحلة جديدة لاستكشاف 10 وصفات منزلية ستساعدك في حل مشاكلك اليومية كثيرا. ولكن قبل البدء قم بضغط زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. عاشرا، هل تعلم المادة البيكرناتو يمكنها ان تساعدك في الاقلاع عند التدخين على الرغم من انها قد يبدو لك غريبا؟ حسنا، اذا كنت ممن يرغب في الاقلاع عن هذا الوباء وتحتاج الى المساعدة في تقليل هذا النيكوتين، فهذه الوصفة ستكون رائعة لك. فإذا ترغب في الشعور أنك بحاجة إلى التدخين، فقد ما عليك سوى إضافة ملعقتين من البيكروناتو في نصف كوب من الماء واخلطه جيدا وقم بشربه، فهذا سيساعدك للتغلب على رغبة التدخين. تاسعا، أغلبية الأشخاص تعتقد أن قشر البيض مكانه المناسب يكون في القمامة، ولكن هذا خاطئ لأنه مصدر غني جدا ويمكن استخدامه في حياتنا اليومية كضمادة طبيعية في الجزء الداخلي الشفاف. يمكنك استخدامه للعلاج من الجروح أو الإصابات، لذلك في المرة القادمة عند جرحك قم بوضعها وكأنها ضمادة طبية واتركها لتعالجك. أيضا هناك استخدام آخر، بإمكانك إزالة الدهون من الأواني المملوءة بالأطعمة بدون أي جهد. ثامنا، الليمون. بالطبع واحد من أهم الفواكه المفيدة جدا لصحتنا، فهو يعتبر مادة طبية طبيعية ومضادا حيويا طبيعي لكثير من الجراثيم، بالإضافة إلى استخدامه لإزالة رائحة الفم الكريهة، وهذا بفضل احتوائه على الأحماض العالية، فهو يمنع نمو البكتيريا في اللسان أو اللثة. فقط قم بخلط ملعقة من عصير ليمون في كوب من الماء وقم بمسح فمك به يوميا قبل خلود النوم، وبعد عدة أيام ستلاحظ الفرق. سابعا، إذا كانت غرفتك مليئة بالبعوض ولم تقدر على النوم، لا تقلق، سأخبرك بطريقة بسيطة ورائعة للقضاء عليها. الجميع يعرف الصابون الذي يستخدم لغسل الأطباق، هذا الصابون من أكثر المنتجات التي تجلب البعوض في المكان، لذلك قم بسكب القليل من الصابون في إناء، وستساعدك رائحة الصابون في لفت انتباهه وتجمعه في إناء، وبهذا يمكنك بسهولة القضاء عليها. سادسا، إذا كنت تملك غسول فم في حمامك ولا يوجد أي من الصابون لغسل قدميك، فيمكنك استخدام هذا الغسول للمحافظة على قدميك وأظافرك، لذلك إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بالفطريات في قدميك أو أظافرك، فقط قم ببل قطعة من القطن بهذا الغسول ونظف به باطن قدميك جيدا وبين الأصابع بعد الاستحمام. ووفقا للخبراء أن هذا الغسول به مادة الكحول التي تساعد على منع إصابتك بالفطريات القدمين أو الأظافر. خامسا، كما يعرف الجميع أن صبار الألوفيرا يستخدم في علاج الحروق، فيمكنك وضع هلام الصبار على مكان الحرق لتهدئته، ويمكنك علاج الحروق من الدرجة الأولى والثانية. ولكن يوجد استخدام آخر ليس منتشرا بين الأغلبية، وهو إزالة القرحة الفموية نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تساعد على علاج الأنسجة التالفة، والعديد من المركبات الموجودة في الألوفيريا قادرة على تقليل ومنع الالتهابات والقرح. رابعا، كما هو متعب عندما تصطدم بلوح خشبية وتخترق إحدى الخشبات الصغيرة إصبعك، وكم هو مؤلم إزالتها، ولكن معنا لا شيء مؤلم، إليك الحل المثالي. قم بوضع الغراء البيضاء على مكان الإصابة، اترك الغراء حتى يشف تماما، بعد ذلك قم بإزالتها بكل سهولة وسترى تمت إزالتها بدون مشكلة وألم. ثالثا، من منا أثناء ذهابه إلى النوم لم يلاحظ بدء ظهور حبة أو بثور في وجهه وليس لديك أي شيء لإزالتها؟ حسنا، فإذا كنت تمتلك القليل من العسل في منزلك فأنت محظوظ جدا، فقط قم بوضع العسل على البثرة وقم بتغطيتها بمنشفتك قبل الذهاب لسريرك، فالعسل مفيد جدا لقتل البكتيريا. ثانيا، واحد من الأمراض المنتشرة بين الأشخاص
خاصة في المعدة يكون الإسهال. بالطبع ستشعر بعدم الراحة، ولكن لا تقلق، سأخبرك بوصفة مدهشة. فقط ما عليك سوى شرب مياه الأرز. نعم كما سمعت، فهذا كان يستخدم في العصور القديمة للقضاء على الإسهال. لهذا قم بغلي الأرز جيدا، ثم قم بتصفية المياه منه واسكبها في كوب حتى تشربها، فهذا سيساعدك على الشفاء بسرعة كبيرة. في المرتبة الأولى الآن سنخبرك بمزيل العرق الطبيعي. فمن الممكن أن تنسى مزيل عرقك في المنزل أو أوشكة العبوة على النفاذ، فلا تقلق، فقط قم بوضع عصير الليمون تحت الإبطين، فهذا يبدو جيدا. وأظن أنك تعبت من شمك لرائحة كريهة قبل وضعك لهذه الوصفة، ولكن لا داعي لأي رائحة من الآن، لأنه سيساعدك على القضاء على الرائحة الكريهة طوال اليوم. الآن وصلنا لنهاية الفيديو، شارك في التعليقات بأي من هذه الوصفات قد عجبتك. إن عجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.